احنا اليوم كنتواجدوا بدرب اللرج في قلب المدينه العتيقه بمراكش قرب مدرسه بن يوسف في اطار ورشه دراسيه حول تصنيف حرفه الدباغه بمدينه مراكش على قائمه التراث الثقافي في بلدان العالم الاسلامي. هذه القائمه التي ترعاها منظمه الايسيسكو اللي هي منظمه العالميه للتربيه والثقافه في العالم الاسلامي. هذا النشاط الثقافي يندرج ضمن اطار فعاليات شهر التراث 2023. كما كتعرفوا هذا الاحتفال بشهر التراث هو يعني عاده عالميه من 18 ابريل اللي هو اليوم العالمي للمواقع والمباني التاريخيه الى 18 ماي اللي هو اليوم العالمي للمتاحف. فالعالم باسره يحتفل بالتراث الثقافي. وهنا في المغرب في المكان المغربيه فنحن كذلك منذ سنوات فانا نحتفل بهذا اليوم. ووزاره الثقافه تسطر بمصالحها المركزيه ومصالحها الجهويه تسطر يعني برامج مكثفه فيها ندوات فيها محاضرات فيها ورشات فيها زيارات للمواقع والمباني التاريخيه الى اخره. فبالنسبه لنا هنا في المديريه الجهويه للثقافه بجهه مراكش الاسفي كذلك يعني سطرنا واحد البرنامج يعني برنامج فيه مجموعه من الانشطه على مستوى الاقاليم ديال الجهه. وحنا في صدد يعني اليوم يعني انجاز نشاط من هذه الانشطه اللي هو العمل على في اطار ورشه يعني بحضور يعني مهتمين باحثين ممثلي ديال الصناعه التقليديه الحرفيين يعني الدباغه حاضرين معنا وكذلك مصالح ديال وزاره الثقافه حاضر معنا ممثل ديالها من اجل الاشتغال على هذا الملف هذا واعداده من اجل التصنيف على لائحه التراث في بلدان العالم الاسلامي. اذا هذا البرنامج يندرج في اطار التعريف بحرفه الدباغه المغيلة في القدم وهي من أقدم الحرف من أصعب الحرف التقليدية ولها دور كبير في ما تقدمه من صناعات ومنتجات تقليدية تزخر بها الأسواق المغربية. سيشمل هذا البرنامج التعريف بتقنية ومهارات الحرفيين وتقنية ومهارات حرفة الدباغة والحرفيين الذين يشتغلون في ظروف صعبة، وكذلك سنتعرف على المساطر الخاصة بتصنيف هذه الحرفة ضمن لائحة التراث الإسلامي التي تشرف عليها منظمة الإيسيسكو، خاصة أنه مجموعة من العادات والتقاليد والحرف التقليدية تم تصنيفها مؤخرا ضمن نفس اللائحة، وهذا يندرج ضمن سياسة وزارة الثقافة التي تشجع مختلف المديريات الجهويه على اعداد برامج ومشاريع خاصه بتصنيف الحرف التقليديه والمباني التاريخيه ضمن التراث الاسلامي الذي سيحتفل به يوميا يوم 4 دجنبر 4 اكتوبر من كل سنه. وكذلك سيكون ان شاء الله في المستقبل هناك مشروع لمركز تنمية حرفة الدباغة بجوار باب الدباغ قصد التعريف وتوثيق هذه الحرفة التي تعد من اصعب واقدم ويعني الحرف التقليدية ولا توفر الشيء الكثير بالنسبة للحرفيين. ومن شأن هذه البرامج ان تعرف بالحرفيين والظروف التي يشتغلون فيها وكذلك ماذا يمكن ان نقدم لهؤلاء الحرفيين الذين افنوا زهرة شبابهم في التعريف بهذه الحرفة ولكن يعني لقمة العيش وكذلك المردودية ضعيفة جدا. وإن شاء الله ستكون هناك برامج مستقبلية في هذا الإطار.